خليني أتكلم معاكم في بعض الأخبار اللي بتتعلق بكورونا وتأثيرها على النشاط الرياضي في العالم كله، وده أمر مهم وبنتابعه في كل حلقة عشان نعرف آخر التطورات وإزاي العالم بيتعامل مع هذا الفيروس، وبالتحديد فيما يتعلق باستئناف الأنشطة المختلفة في مختلف دول العالم. فآخر الجديد بخصوص كورونا قبل ما نروح لأخبار الأهلي في الصحف النهاردة، خلينا نبتدي بالاتحاد الافريقي. ورئيس الاتحاد الافريقي احمد قال ان تاجيل دوري الابطال والكونفدراليه مرتبط بالاوضاع الصحيه، وده كلام طبيعي وبديهي جدا. الراجل كان ليه تصريحات في صحيفه ليموند الفرنسيه، وقال ان فكره تاجيل دور نصف النهائي من بطوله دوري الابطال وكاس الكونفدراليه ممكن يكون اضطراري، بس ده هيكون على حسب تطورات الوضع الصحي. قال ان بطوله الامم الافريقيه 2021 المقرر ليها في الكاميرون في شهري يناير وفبراير حتى الان في موعدها ومفيش اي تعديل عليها، لكن في نفس الوقت لسه بدري ان احنا نتكلم في هذه الامور وهذه التاجيلات، لان هيكون في تنسيق مع الاتحاد الدولي عشان نحدد كل الجديد والتطورات، وخصوص الاتحاد الدولي عنده مرونه في تعديل الرزونامة الخاصه به بخصوص المباريات الدوليه ومختلف البطولات الدوليه. ده فيما يتعلق بكلام احمد طبعا رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم. خليني اروح للاتحاد الاوروبي. واليويفا يقرر توقف كافه الانشطه لاجل غير مسمى او لاشعار اخر، بعد ما كانوا اجلوا بشكل مؤقت يعني لفترات، مثلا قال لك ايه اول ابريل في شهر مايو وكلام من ده. واضح ان الرؤيه مش هتكون متضحه ليهم بشكل كامل خلال الفتره الحاليه، وده طبيعي ومنطقي لان بصراحه ما حدش عارف الازمه اللي العالم بيمر بيها دي هتخلص امتى. لكن في نفس الوقت اكيد هم هيبقى ليهم بعض السيناريوهات اللي يحاولوا من خلالها يرجعوا كل البطولات الاوروبيه بشكل عام، وفي نفس الوقت اكيد هيستنوا كل التطورات اللي تتعلق بفيروس كورونا. طيب كمان من ضمن الاخبار، الاتحاد الانجليزي لكره القدم كان ليه اجتماع مع رابطه الانديه المحترفه البريمير ليج ورابطه الانديه في الشامبيونشيب، والاجتماع ده ممتد لمده 48 ساعه بيحددوا من خلاله ايضا السيناريوهات. انا اللي عاجبني بصراحه ان العالم كله بيحضر سيناريوهات، العالم كله يقول لك ايه احنا ممكن نعمل كذا، طب لو الازمه دي خلصت مثلا في الفتره ما بين كذا وكذا، طب احنا نبتدي على طول نحضر نفسنا لايه. ده الشغل الصح، ما فيش مشكله، ده امر بيكون ايجابي، ونتمنى احنا كمان في مصر نكون محضرين سيناريوهات لعوده النشاط. لكن في كل الاحوال بعد الاجتماع الثلاثي ده ما بين الاتحاد الانجليزي لكره القدم ورابطه الانديه في البريمير ليج وفي الشامبيونشيب، الاجتماع ده ممتد ولسه هيرتبوا كل الاوضاع وما خدوش اي قرارات خالص حتى الان، ولسه كمان في امور ومناقشات بخصوص اجور اللاعبين واستئناف الموسم الجديد. طيب من ضمن كمان الامور اللي هامه جدا، مدرب بورموث السيد ايدي هاو قال ايه، قال الراجل ان هو بيتبرع طوعيه من جزء من مرتبه بسبب ازمه تفشي فيروس كورونا، وده امر جيد جدا. صوره الراجل مع حضراتكم دلوقتي هو بيتنازل عن جزء من مرتبه عشان ازمه فيروس كورونا. قال كمان ان تنازل كل من مساعده جيسون تيندل وريتشارد هيوز المدير الرياضي ونيل بليك رئيس النادي عن جزء من مرتباتهم، ده عشان صالح العاملين وعشان صالح المساعده والمساهمه في الجوانب الاقتصاديه الخاصه بالنادي. وشفنا الامور دي بتحصل في كل حته، يعني في الوقت اللي احنا كنا كمان بنشوف فيه ميسي وطلع بيان من كام يوم هو ولاعيبه برشلونه، هو اتكلم نيابه عن لعيبه برشلونه قال لهم يا جماعه احنا بنتنازل خلاص عن 70% من مستحقاتنا عشان نساعد فريق برشلونه او نادي برشلونه ان هو يخرج من الازمه الاقتصاديه المؤكده بسبب تفشي فيروس كورونا. فكلها امور بتبقى جيده من لاعبي كل فريق يعني. طيب تعالوا نروح للاتحاد الايطالي. الاتحاد الايطالي عندهم المشكله اكبر طبعا، عارفين اعداد الاصابات في ايطاليا الوفيات والكلام من ده، الموضوع صعب شويه في الحقيقه، ربنا يا رب معاهم ان شاء الله كده باذن الله يسلم الجميع يعني. لكن في نفس الوقت هم مش عايزين يدمروا الدوري السنه الجايه عشان خاطر يرجعوا الدوري السنه دي. قال لك احنا حاطين لنفسنا رينج، الرينج بيتمثل في ايه؟ ان يوم 20 مايو او في يونيو او اغسطس او سبتمبر عندنا اقتراحات ان احنا نرجع المسابقه، لكن في نفس الوقت احنا مش عايزين نضر الموسم الجديد اللي ممكن يبتدي بشكل طبيعي ويخلص بشكل طبيعي، فكلها ايضا اعتبارات. قال لك لو خلص او خلصت ازمه كورونا دي مع منتصف مثلا ابريل هنبتدي كده نجهز ان احنا نرجع مثلا في ايه؟ في مايو. خلصت مع اول مايو نرجع في اخر مايو. خلصت في مايو نفسه في نص مايو مثلا نرجع في يونيو. كده يعني بيرتبوا امورهم برضو بيحضروا لمستقبل المسابقه يعني.
كمان بايرن ميونخ يوقع غرامه على جيروم بواتينج بعد انتهاك قواعد الحجر الصحي. وبواتينج في الحقيقه الراجل يعني كان ملتزم بالحجر الصحي، لكن في نفس الوقت راح يزور ابنه في مدينه لايبزيج الالمانيه، فبالتالي الموضوع اتعرف عند بايرن ميونخ، فبالتالي ايضا وقعوا على اللاعب عقوبه بسبب يعني اختراق الحجر الصحي. طيب فالنسيا، وده خبر مبشر جدا وجيد في الحقيقه، فالنسيا يعلن شفاء لاعبيه من فيروس كورونا. احنا عارفين ان كان في حوالي 35% من لاعبي فالنسيا عندهم او تعرضوا لفيروس كورونا. خلاص اداره فالنسيا اعلنت النهارده بشكل رسمي ان خلاص الكل تم شفائه وتم تحويل حالتهم من ايجابيه لسلبيه، وده امر جيد ونتمنى ليهم كل السلامه. يعني ده اخر الجديد، لسه برده معايا خبرين كمان بخصوص فيروس كورونا فيما يتعلق ببليز ماتودي طبعا.